هاي تشاو، أهلا وسهلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتكلم عن خريطة مرام فطاني مابس، لخريطتي، خريطة عقلي. بدأتها بموضوع رئيسي اللي هو born to try. okay born to try، ولدت لكي أجرب. هذا هو الموضوع الرئيسي. نتكلم عن الإسلام. عن الإسلام أحب أسوي عمرة، حج، reading قرآن، do صدقة، read حديث، fasting، watching programs TV، watching يعني البرامج اللي في قنوات الإسلامية، reading تفسير، reading فقه، pray، do تسبيح. ومن ناحية ال other religion، الديانات التانية، للثقافة، للمعرفة. going out، طبعا ما في أحد ما يحب يخرج. going out، الخروج إن شاء الله مع زوجي لما أتزوج. visiting place for fun، يعني مثلا روح الكباين، مطاعم، يعني أشياء زي كذا، travel، سفر. reading books، ناحية ال reading books، make mind active، إنه بخلي الواحد دايما عقله شغال، نشيط، لزيادة المعرفة. استخدم الكتب، قراءة الكتب برضو في طرق الحب، لأنه ممكن الواحد يستخدم قراءة الكتب يحولها بطريقة فنية بروفيشنال في الحياة بطريقة الحب. يعني أعطي مثال. أخذت كتاب، قرأت عن القصة مثلا، أخذت قصة، هذه القصة تتكلم عن مواقف، مواقف حزن، مواقف غيرة. فمثلا أكتب هذه القصة، وأكتب المفيد، أكتب الأشياء، أو أحط هايلايت تحت الأشياء اللي مثلا تجذبني في القصة هذه، وأعطي الكتاب هدية مثلا لزوجي، أو إني أكتبها على كمبيوتر، أطبعها، أرسله هي على الإيميل. فبالتالي مثلا يشوف أنا في ذا الكتاب إيش الأشياء اللي جذبتني، وهو نفس الحكاية يسوي هذه الأشياء. يعني هذا بالنسبة للريدينج بوكس. طيب TV وراديو، طبعا الواحد يتفرج على التلفزيون، يسمع راديو، اللي هو كرتونز، انيميشنز، اموت في الكرتون انيميشنز وبينيفيت بروجرامز، البرامج الهادفة اللي هي تتكلم عن العلم، عن الثقافة، عن التاريخ، عن هذه الأشياء. بادي كير طبعا، الاهتمام بالجسد، do exercise، طبعا التمارين الرياضية، eating healthy food، طبعا الواحد يأكل أشياء صحية، ويأكل junk food بس يعني شوية little يعني. going kofera، caring of all body، طبعا من ناحية مثلا كريمات، أحط كريمات، يعني مساحيق، تجميل، زي كده، زيوت، يعني أهتم بالبادي كير، كلونيات، يعني إيش البادي كير عموما، الاهتمام بالبادي كير. use technology، استخدم التكنولوجيا في ways of life برضو، زي ما أعطيتكم مثال على البوكس، مثلا استخدم الكمبيوتر، وسائل الكمبيوتر كلها، الوسائل الحديثة اللي موجودة في الكمبيوتر، البرامج الحديثة، لإظهار الحب بأي طريقة كانت، عن طريق كتاب علمي، عن طريق كتاب حب، ثقافة بأي كان نوعها، أظهر فيها الحب، اللي هو إيش النقاط اللي تعجبني في الكتاب، هايلايت دي لزوجي مثلا، إن شاء الله الزوج المستقبل. يعني نتعامل مع بعض بهذه الطرق، يعني نحاول نشغل وقتنا في أشياء مفيدة، بأشياء تبسطنا، وفي النهاية كلها راجعة طبعا لوجه الله. أعمل هذه الأشياء لوجه الله عز وجل، طاعة في الله عز وجل،
تعظم في الله عز وجل طبعا، اوجه النية بدي الطريقة، فبالتالي منه اني اعمل اشياء مفيدة، الاشياء المفيدة الكويسة، الانتاج في حتى لو كان انتاج على مستوى زوجي لما اتزوج ان شاء الله، على مستوى عائلتي فاميلي، على مستوى مثلا صديقاتي، عمامي عماتي، يعني على المستوى هذا، انه طالما انه انا بتثقف وبفيد وبستفيد، هذا هو الهدف، وهذا هو هدف المسلم الحقيقي، انه يعيش انه حياته يعيشها بهذه الطريقة، سواء كان هادف هي هادف بكل الطرق، هي هادف، فبالتالي في راح اكسب انا اجر من هذا الشيء اللي بسويه في حياتي، انه حياة المسلم لازم تكون هادفة، لازم يكون فيها اهداف، لازم يكون فيها طرق وسبل للعيش بطريقة كويسة ومتطورة. طبعا نرجع use knowledge ways of love increase knowledge، زيادة المعرفة طبعا، for find partner، وانا ببذل جهد كبير لانه الاقي شريك حياتي من knowledge، من using technology، buy from net، استخدام النت، exploring net، contact with friends family like that، يعني going to mall، ما في احد ما يحب يروح المولات، طب ليه؟ يعني المشكلة الأزواج هذا على حد ما سمعت إنه ما يحبوا المول عشان عارفين إنه حريمهم يدوخوهم في المول كله. طب أنا بدوخك عشان إيه؟ عشان أشتري باي سيكسي كلوزس، كلوزس كويسة، ملابس كويسة حلوة أنيقة، عشان أبان قدامك حلوة أنيقة، مو بس كده يعني، عشان ابان سكسي قدامك، وفوق كده عشان يعني اكون لابسة لبس انيق جيد قدام اهلي، قدام صديقاتي، عشان يقولوا شوفوا متزوجة مين، شوفوا كيف مرته انيقة، شوفوا كيف. وهذا برضه الاسلام يدعونا انه ايه، انه نلبس اللبس الكويس، الاهتمام باللبس، الاهتمام بالزوج، وهذه من اشياء الاهتمام بالزوج، طالما انا بهتم في نفسي معناته انا بهتم في زوجي، انه دائما يشوفني حلوة انيقة، ما حيحتاج غيري. باي شوز طبعا معروف انه باي شوز، باي اني ثينج ميك مي لوك سكسي، اي شيء اشتري يخليني لوك سكسي، لوك جود، وبكده قلنا reading post going out Islam other religion going to moon، قلنا use technology، قلنا body care، قلنا TV و radio. تقريبا هذه أهدافي في الحياة، هذه mind map، مرام فطاني، خريطة عقلي. فإن شاء الله تكون تعجب البارتنر وتعجب اللي حواليا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله أشوف المايند مابس حقت الناس اللي حواليا، وخصوصا إن شاء الله لما ألاقي الشخص المناسب لي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.